بكم اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لاف كروشيه. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي هنعمل كوفية الرقبة زي ما انتم شايفين كده على الراس. هنا شكله حلو جدا وشيك جدا، وبنفس الوقت بيدفي وبيديكي منظر حلو جدا. وخيط الشعر ده ليه انواع، في خيط البلمعة زي ما انتم شايفين كده على الاسود، وفي خيط جنجا بلونين، وفي السادة زي ما انتوا عارفينه الكل طبعا عارفه. الشلة دي هي طبعا شركة أليز، والشلة دي 100 جرام، وهو بيقترح علي ان انا اشتغل بإبرة مقاس 3×4، بس انا هشتغل في إبرة مقاس 5.5 مليمتر. الخطوات بتاعت الكوفية دي هي تكرار سطر واحد 7 مرات، احنا هنشوف بالفيديو ازاي هنعمله. وفي الاخر انا هعمل فستونات، بس الفستونات مش باينه هنا ليه، لانه هي الفستونات بس عشان لما تنزل على الرقبه تديكي شكل حلو زي كده، زي ما انتم شايفين كده على المانيكان. لو انا هعمل نفس السطر زي ما هو كده هيديني الشغل واقف، لا انا عايزاه كده مفرود زي ما انتم شايفين. يلا بينا نبدا ونشوف ازاي هنعمل. في البدايه انا هاخد الراس وهاخد دوران الراس، هقيس كده دوران الراس، هيطلع معايا 55 سنتيمتر. انا هعمل سلسلة ب55 سنتيمتر، هبدأ الشغل. انا هعمل سلسلة 55 سنتيمتر، هعد 1 2، انا مش هعد السلاسل لانه انا هقيس في المتر الطول اللي انا عايزاه. وانتي طبعا زي ما انا قلتلك تقيسي دوران، تعملي سلسلة عادية. انا هكمل السلسلة وهقيسها هرجع لكم تاني. انا وصلت للطول المناسب، عملت سلسلة زي ما قلتلكوا دوران الراس، وانا هقفلها بمنزلقة باول غرزة بدأت بيها. وخيط الشعر شوية للمبتدئات ممكن يكون صعب، بس انت دوري على اول سلسلة انت بدأت بيها واقفلي بمنزلقة عادي اهو زي ما انتم شايفين. ده دوران الرأس اللي انا عاوزاه. دلوقتي انا هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهسيب سلسلة من هنا، في السلسلة التانية هعمل عمود بلفة. انا عمليا هعمل سلسلة عمود بلفة سلسلة عمود بلفة سلسلة، وهسيب طبعا سلسلة واللي بعديها هعمل عمود. يعني انا دلوقتي هعمل سلسلة وبعدين هسيب سلسلة من تحت، وفي اللي بعديها هعمل عمود بلفة. انا كده لغاية دوران كل سلسلة هسيب من هنا سلسلة. انت هتحسيها، يعني انت صح مش شايفاها هنا، بس انت هتحسيها، هتحسي السلسلة يعني هتسيبيها وتروحي على اللي بعديها وتعملي عمود بلفة. هو شوية هنا اهو كده. احنا هنا عمليا اهو بصي، ده اول عمود. احنا عملنا 4 سلسلة، 3 سلسلة اول عمود، والسلسلة اللي باقية اللي هي الفراغ اللي احنا سبناه من تحت. بعدين عملت عمود سلسلة، هسيب سلسلة من تحت وهعمل اللي بعديها عمود سلسلة، هسيب سلسلة من تحت واللي بعديها عمود، وبكده هكمل سلسلة هسيب واحدة من هنا وفي اللي بعديها على طول هعمل عمود بلفة. هو بس اول سطر هيكون شوية صعب عليكي، بس الادوار الباقيه سهله جدا، مش هتاخد منك وقت لان احنا هنشتغل على الفراغات. هنكمل سلسله هنسيب واحده واللي بعديها هنعمل عمود بلفه، وبكده انا هكمل كل الشغل
لغاية ما أوصل لنهاية السطر. أنا وصلت لنهاية السطر، هعمل سلسلة وهقفل بمنزلقة، هعد أول 3 سلاسل، 1 2 3، هسيب الرابعة لأن هو الفراغ اللي أنا هشتغل عليه. زي ما انتوا شايفين أهو، أدي السلسلة بين كل، يعني كل عمود وعمود في سلسلة هيبقى عندنا فراغات من هنا. دلوقتي هو بس أول سطر، شوية هياخد معاكي وقت عشان خيط الشعر يعني بيبقى شوية صعب خصوصا على المبتدئين. أما السطر الثاني والسطور الباقية يعني الباقية مش هتبقى صعبة خالص، واحنا دلوقتي هنشوف ازاي. هنرتفع تاني 4 سلسلة، 2 3 4، هلف الخيط على الإبرة هشتغل داخل الفراغ. ماشي، دلوقتي كل شغلنا هيبقى داخل الفراغ. هعمل عمود بلفة، وتاني هعمل سلسلة هروح على الفراغ التاني. دلوقتي خلاص الشغل بقى سهل علينا ومش هياخد معانا وقت، والكوفية دي ما تاخدش معاك يعني شغل ربع ساعة. وتعملي سلسلة وتروحي على الفراغ اللي بعديه وتعملي عمود بلفة، هتعملي سلسلة والفراغ اللي بعديه، هنا الفراغ، الفراغ اللي بعديه هنعمل عمود بلفة، سلسلة والفراغ اللي بعديه هنعمل عمود بلفة. وكده انا هكمل لغاية ما انهي السطر كله. انا وصلت لنهاية السطر، هعمل سلسلة في الاخر، هعد 1 2 3، وهعمل منزلقة كده بالشكل ده اهو. شايفة الفراغات؟ احنا هنشتغل على الفراغات لانه خيط الشعر ده خيط كثيف يعني ما بيبينش الفراغات بيه خالص، يعني لما يخلص مش هيبان الفراغات. وانا هعمل 7 سطور. ليه؟ لانه في السطر الرابع انا هحط زي هنا كده، هعمل سلسلة وهدخلها بين الفراغات عشان اشد الكوفية كده وتطلع شكلها حلو. دلوقتي هبدأ في السطر الثالث، 2 3 4، وهروح الشغل كله هيبقى كله زي ما انا قلت لكم على الفراغات. هعمل عمود بلفة، هعمل سلسلة، ما ننساش السلسلة بين العمود والعمود، والفراغ اللي بعديه هعمل عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة داخل الفراغ اهو اهو. انا بدخل بالفراغ زي ما انتم شايفين كده، وكده هيبقى سهل جدا خلاص. يعني هو كل الخطوات بتاعتنا كده هتنتهي زي ما احنا بدأنا في السطر الثاني والثالث داخل الفراغات. هعمل كده 7 سطور، وال7 سطور هيديني رقبة يعني طويلة وحلوة وشيك جدا. انا هكمل الشغل وهرجع لكم في الاخر. انا كده من بعد ما خلصت ال7 سطور زي ما انتم شايفين بقى شكلها بالشكل ده. بصوا شكلها طلع حلو جدا، جميل قوي. دلوقتي انا هعمل الفستونات اللي تحت. هي طبعا الفستونات مش باينه زي ما قلت لكم، بس ايه بتدي شكل من تحت لما تلبسيها هتديكي شكل حلو. انا هدخل داخل الفراغ وهسحب منزلقة وهرتفع 1 2 3 سلسلة، وهعمل بنفس الفراغ 5 عمود بلفة. اول 3 سلسلة كان بمثابة اول عمود، وده التاني 3 4 5 بنفس الفراغ. الفراغ اللي بعديه هعمل غرزة حشو. دلوقتي الفراغ اللي بعديه هعمل 5 فستونات، 5 عمود بلفة قصدي، انا اسفة، 2
تلاتة أربعة خمسة، وفي الفراغ اللي بعديه هعمل غرزة حشو، وبكده لغاية نهاية السطر. وبكده أنا بكون نهاية الشغل. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، والفراغ اللي بعديه اللي هنا على طول نعمل غرزة حشو. يعني فراغ نعمل فستونات وفراغ غرزة حشو. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وفي الفراغ اللي بعديه غرزة حشو اهو كده. هي الغرزة زي ما قلت لكم مش باينة، بس هتدي شكل لما تلبسيها من عند الرقبة. انا هخلص السطر وهرجع لكم ان شاء الله. احنا من بعد ما انتهيت من السطر الاخير اللي هو الفستونات زي ما احنا شايفين اهو بقى في الشكل ده كده. وده هنا انا عملت خيط كده، اخدت خيطين مع بعض وعملتهم سلسلة، وانا عملت 100 سلسلة كده زي ما انتوا شايفين. طلع معايا الحبل ده، انا هدخله في الغرزة الرابعة. هعد سطر اتنين تلاتة اربعة، شوف هنا في النص، وهدخله بين الفراغات كده عشان يعمل لي الشكل. يعني فراغ او فراغ لا، زي ما انتوا عارفين طبعا اكيد، يعني مش عايزة شرح كده الشكل ده لغاية ما اوصل للنهاية ويلتقوا الحبلين كده مع بعض. هنا هكمله وهرجع لكم تاني. وده من بعد ما انا ركبت الحبل زي ما انتوا شايفين هنا، وطلع ده شكلها النهائي، شكلها حلو جدا وقيم كده وشيك. اتمنى يكون الدرس سهل عليكم، واي استفسار او اي سؤال تقدروا تحطوهم في الكومنتات، وكمان ممكن على صفحتي اللي هي كروشيت فور يو على الفيسبوك. اتمنى يكون سهل عليكم، وشكرا لكم لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.